السلام عليكم طلاب الصف الخامس بأكاديمية التطبيقات الذكية. بدأنا امبارح بمادة العلوم بالوحدة الجديدة بعنوان الحركة والطاقة. تعرفنا امبارح عن مفهوم السرعة، قانون السرعة، وحلينا أمثلة على القانون. اليوم رح نحل أولا الواجب اللي حطيتكم إياه امبارح، سؤالين رح نحلهم الآن مع بعض ونحل أسئلة الدرس. نبدأ بحل السؤال الأول. تسير سيارة مسافة 1200 كيلومتر في ساعتين، احسب سرعتها. طالبين السرعة، إذا مباشرة بكتب قانون السرعة. السرعة تساوي المسافة على الزمن. المسافة بالسرعة 1200 على الزمن هو ساعتين. 1200 تقسيم 2 بيطلع 600 والوحدة كيلومتر لكل ساعة، لأنه المسافة بالكيلو والزمن بالساعة. السؤال الثاني كان عندكم واجب والأكثر منكم كان غلطان في هذا السؤال. كم المسافة التي تقطعها سيارة تتحرك بسرعة ثابتة مقدارها 12 متر لكل ثانية في 10 دقائق ليقطع هذه المسافة؟ ركز معي هون يا خامس. وحدة السرعة متر لكل ثانية، يعني المسافة لازم تكون بالمتر والزمن بالثانية. إذا الزمن لازم يكون بالثانية، لكن أنا معطيني بالسؤال الزمن بالدقائق. إذا أول خطوة لازم أحول 10 دقائق إلى ثواني. ليش لثواني؟ لأن وحدة السرعة متر لكل ثانية، دليل على أن الزمن لازم يكون بالثانية. إذا الخطوة الأولى بحول الزمن من دقائق إلى ثواني، من كبير لصغير بضرب بكم؟ ب60، لأنه الدقيقة فيها 60 ثانية. إذا الزمن بتصير 10 ضرب 60، 10 ضرب 60 600 ثانية. الآن بعد ما كتبت حولت الزمن لثواني، أستطيع إني أحل على قانون المسافة. المسافة بتساوي السرعة ضرب الزمن، السرعة 12 والزمن 600، 12 ضرب 600 بيطلع 7200، وبما إني عم بحكي عن مسافة فوحدتها رح تكون متر. الآن نبدأ بحل أسئلة الدرس صفحة 72. السؤال الأول، ما المقصود بالسرعة وما وحدة قياسها؟ السرعة هي المسافة المقطوعة في وحدة الزمن، وحدة قياسها قد تكون متر لكل ثانية أو كيلومتر لكل ساعة. السؤال الثاني، اكتب المفهوم المناسب في الفراغ. المسافة المقطوعة في وحدة الزمن اللي هي تعريف السرعة. الفراغ الثاني، إذا قطع جسم مسافات متساوية في أزمنة متساوية فإن سرعته بهذه الحالة شو بنحكي؟ السرعة ثابتة. سؤال ثلاثة، احسب سرعة سيارة قطعت مسافة 240 كيلومتر في 3 ساعات. أول الخطوة لازم أكتب قانون السرعة. السرعة تساوي المسافة على الزمن. المسافة 240، بس أنا هون لأنها مطلوبة المسافة. إذا السرعة تساوي المسافة على الزمن، في هذه الحالة راح تكون تساوي 240 240 على 3، 240 على 3 اللي هي 80 كيلومتر لكل ساعة. ننتقل الآن يا خامس السؤال الرابع. مقارن، تركض عائشة بسرعة 5 متر لكل ثانية وتركض سلمى قاطعة مسافة 10 متر في ثانيتين، أيهما أسرع وهل تركضان بسرعة نفسها؟ عشان أعرف مين فيهم أسرع أو بركض بسرعة نفسها، عائشة معطيني سرعتها، لازم أحسب سرعة سلمى من خلال القانون. سرعة سلمى بتساوي المسافة على الزمن. مسافة 10 على الزمن 2، 10 تقسيم 2 5 متر لكل ثانية. إذا سرعة سلمى 5 متر لكل ثانية، وسرعة عائشة أعطانا إياها بالسؤال برضه 5 متر لكل ثانية، إذا تركضان بالسرعة نفسها. السؤال الخامس، في أي الحالتين يمكن للسيارة أن تسير بسرعة ثابتة؟ السير على طريق رئيسي خارجي أم على شارع داخل المدينة؟ أفسر إجابتي. ما معنى سرعة ثابتة؟ سرعة ثابتة حكينا قبل إنها تسير أو تسير السيارة بتقطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية. الآن شارع المدينة بيكون فيها أزمة كثير، فلا تستطيع السيارة أنها تمشي بنفس السرعة، لكن في الطريق الخارجي لا يوجد أزمة، فممكن انها تقطع مسافات متساويه في ازمنه متساويه. اذا نكتب عند السؤال خمسه، على طريق خارجي، على طريق خارجي لانه اقل ازمه.
الآن السؤال السادس والأخير، اختار الإجابة الصحيحة. إذا سار قطار بسرعة 300 كيلومتر لكل ساعة، فإن المسافة التي يقطعها في 30 مس. هون بس اشطب لي بالسؤال منت، اكتبها ساعة. إذا هون بدنا نشطب المنت ونحطها ساعة، خليني اشطبها معاكم. ونحط هون بدل المنت بدنا نحط إذا ب 30 ساعة، اللي بدنا نحطها اتش اللي هي اور. إذا 30 ساعة، كم المسافة بهاي الحالة؟ إذا بس أول شيء بالسؤال اشطب لي مينتس، حط لي إياها بالساعات. الآن بكتب عشان أعرف كم المسافة، لابد من إني أكتب قانون المسافة. قانون المسافة بتساوي المسافة بتساوي السرعة ضرب الزمن. السرعة بالسؤال 300 ضرب الزمن 30، 300 ضرب 30 تطلع المسافة 9000 كيلومتر فقط. 9000 كيلومتر، لأني أنا عم بحكي عن مسافة. إذا المسافة تساوي السرعة ضرب الزمن، 300 ضرب 30 9000، وبوحدة الكيلومتر لأنها بالمسافة. الإجابة اللي راح أختارها هي جيم. لا تنسى بسؤال 6 نشطب المينتس اللي هي الدقائق ونحطها ساعة اللي هي أور. هيك بنكون أنهينا حل الأسئلة. يعطيكم العافية خامس.